لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: المدرب فوز البنزرتي يتخذ أول قرار بالنادي الأحمر بعد العودة من جنوب أفريقيا، تفاصيل جديدة بخصوص العقد الذي يربط فوز البنزرتي بالوداد الرياضي تعجل بإقالته من النادي الأحمر، ساعد الناصيري يتهم محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس في نزاعه مع لاعب سابق للفريق الأحمر، وفي خبر عاجل مؤيد اللافي يتعرض لإصابة خطيرة تحسم مشاركته في الديربي بين الوداد والرجاء. فرض المدرب فوز البنزرتي قرارا جديدا على لاعب النادي الأحمر وذلك بعد العودة من جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض لاعب النادي الأحمر بمركب بن شلون أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة المغرب التطواني يوم غد الأربعاء، على أن يعود الفريق الأحمر بعدها مباشرة إلى فندق الإقامة، وتخضع مكونة النادي الأحمر للحجر الصحي بأحد الفنادق بالدار البيضاء حتى يتم ثبوت سلامتها وخلوها من فيروس كورونا المستجد. وتجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيواجه ضيفه المغرب التطواني يوم غد الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس، وذلك برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية. رشحت الجامعة الملكية المغربية الملعب الكبير لمراكش لاستضافة المقابلة التي تجمع الوداد الرياضي بنظيره المغرب التطواني، وذلك برسم الدور النصف النهائي لمسابقة كأس العرش. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن إغلاق مركب مولاي عبد الله بالرباط وعدم نهاية الأشغال بمركب طنجة الكبير قلص اختيار رأس الجامعة الملكية المغربية، والتي ترغب في برمجة الدور النصف النهائي لمسابقة كأس العرش بملاعب كبيرة. وأوضح المصدر أن الجامعة الملكية المغربية ستحسم في الأسبوع المقبل بصفة نهائية موعد مباراتي الدور النصف النهائي، إضافة إلى الملعبين اللذين سيستضيفان المقابلة بين الوداد الرياضي والمغرب التطواني، بالإضافة للمقابلة بين الجيش الملكي ورجاء بني ملال. سيكون من حق سعيد النصيري إقالة المدرب فوز البنزرتي استنادا إلى البند الموجود في العقد الذي يربط هذا الأخير بالفريق الأحمر. وأوضح مصدر ودادي مسؤول أن بندا في عقد المدرب فوز البنزرتي يؤكد أحقية النادي الأحمر بفسخ عقده في حال عدم بلوغه لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الهدف الذي فشل المدرب التونسي في تحقيقه بالإقصاء من الدور النصف النهائي. وكان سعيد النصيري قد حاول إقالة المدرب فوز البنزرتي قبل خوضه لإياب الدور النصف النهائي، وذلك بعد اتصاله بوالد الركراكي من أجل التفاوض معه لتدريب الفريق خلفا للمدرب فوز البنزرتي، غير أن المدرب السابق للفصح الرباطي رفض ذلك لتوفره على عرض من النادي العربي القطري. وكان المدرب فوز البنزرتي قد ودع بدوره اللاعبين بعد نهاية المقابلة ضد نادي كايزر شيبس الجنوب أفريقي، غير أنهم رفضوا قرار المدرب التونسي وألحوا عليه في مواصلة عمله مدربا للفريق إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، حيث ما زال ينافس النادي الأحمر على لقب الدوري وكأس العرش. ركز الوداد الرياضي في خلافه مع اللاعب المالي سيسوكو بعد اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية على نقطتين، وذلك لتفادي العقوبة الصادرة ضد الفريق الأحمر لفائدة اللاعب المالي سيسوكو. واتهم النادي الأحمر محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس لعدم مراعاتها جميع الشروط التي تسمح للفريق الأحمر بالدفاع عن نفسه في نزاعه مع اللاعب المالي، كما طالب الوداد الرياضي في النقطة الثانية بإيقاف تنفيذ القرار. ولجأ سعيد النصيري إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في آخر خطوة لتفادي العقوبة الصادرة ضد الفريق الأحمر من قبل الطاس، والتي ألزمته بأداء مبلغ أزيد من 300 مليون سنتيم. وأجل اللاعب المالي وضع شكاية بلجنة أخلاقية الاتحاد الدولي الفيفا ضد سعيد النصيري، وذلك إلى حين صدور القرار النهائي من المحكمة السويسرية، حيث ينبغي أن يكون الحكم نهائيا قبل لجوئه إلى الاتحاد الدولي الفيفا لاتهام الرئيس الودادي بتزوير بعض الوثائق الخاصة باللاعب المذكور. أجرى مؤيد اللافي لاعب النادي الأحمر عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء بأحد المصحات بالدار البيضاء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في المقابلة الماضية ضد نادي كايزر شيفس الجنوب أفريقي برسم إياب الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وتعرض مؤيد اللافي للإصابة على مستوى أنفه، غير أنه أكمل المقابلة قبل أن يتضح بعد خضوعه للفحوصات أنه يعاني من كسر خطير.
وسيضطر مؤيد اللافي للغياب عن مقابلة الوداد الرياضي والمغرب التطواني، بالإضافة للمقابلة ضد الرجاء الرياضي في الديربي برسم الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية. وكان مؤيد اللافي قد وصل المقابلة ضد نادي كيزر شيفس أجنب أفريقي وهو يضع ضمادة على أنفه، وخضع لفحوصات دقيقة أكدت تعرضه لكسر خطير فرض عليه الخضوع لعملية جراحية عاجلة كل لسب النجاح صباح اليوم الثلاثاء. خضع زكريا الهبطي لاعب الرجاء الرياضي مساء يوم الاثنين الماضي لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالتواء على مستوى أربطة الكاحل، وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب زكريا الهبطي أنه سيخضع لبروتوكول علاج مكثف، حيث سيستفيد من حصص العلاج الطبي بمعدل 3 حصص يوميا، حيث من المتوقع أن يعود لمشاورة الفريق الأخضر بعد أسبوع واحد على الأقل. وجاءت إصابة اللاعب زكريا الهبطي قبل أيام قليلة من مقابلة الديربي الذي سيجمع الوداد والرجاء، وذلك برسم الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية. وتعد مقابلة الموسم بالنسبة للفريقين اللذان ينافسان على لقب الدوري، حيث يتواجد النادي الأحمر في المركز الأول برصيد 51 نقطة، بينما يحصل النادي الأخضر المركز الثاني برصيد 48 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيخوض مقابلة صعبة يوم غد الأربعاء أمام ضيفه نادي المغرب التطواني برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية، ويطمح لاعب النادي الأحمر لتحقيق الانتصار ضد المغرب التطواني لتعزيز صدارته للبطولة الوطنية والمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحصل المركز الأول برصيد 51 نقطة. ويسعى الوداد الرياضي لتجاوز الإقصاء المخيب بالدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتركيز بشكل كبير على البطولة الوطنية ولقب كأس العرش من أجل إسعاده للجماهير الودادية.